رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. تعريف الخوف هو الشعور الناتج عن الخطر. كل ما الخطر يقرب منك، كل ما حجم خوفك هيزيد. أما تعريف الفزع هو الإحساس بأن نهايتك قربت. يا لازم تمشي حالك. لا 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 يا رب احنا بنموت يا ولاد. والله انت منفلت. ضيوفنا السنة دي هيمروا بالمرحلتين. كل ده علشان يتحقق كان محتاج نجم عالمي كبير، ومش اي نجم. رامز وفان دام هيخلصوا الكلام. تفتكر لون شعره هيعجبهم؟ ان شاء الله. رامز موفي ستار على NBC1. رمضان يجمعنا. يعني مثل ما شفتوا نجم الأكشن العالمي جان كلود فان دام السنة مشارك بجنون رامز. يعني كل ما بنقول شو في بعد ممكن يعمله رامز من جنان، بيطلع لسه في بعد. هالبرومو نشرته قبل شوي قناة NBC1 وNBC عراق لبرنامج رامز موفي ستار اللي رح تشوفوه أكيد برمضان. ومثل ما شفتوا رامز بعده بيخوف الضيوف وما بيرفله يعني جفن أبداً، وما بيهمه نهائياً أبداً. وطبعاً زي كمان ما شفتوا في البرومو في عدد من ضيوفه أو ضحايا، اللي منهم هنا الزاهد، حمو بيكا، سالم الدوسري، طارة عماد، غدا عادل، عمرو يوسف، محمد ثروت، بيج رامي، وعائشة بن أحمد، هدى المفتي، أحمد فتحي، وأكيد طبعاً لسه في غيرهم نجوم كتير هيكونوا ضيوفه. وطبعاً البرنامج هتابعوه على شاشة NBC وعلى شاهد VIP.